الخير يا شيكو؟ صباح الخير يا ليلي، عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه رأيك النهاردة يا شيكو؟ معايا اغنية حلوة قوي. ايه هي يا ليلي؟ انا عارفة ان انت بتحب تلعب وتغني، عشان كده النهاردة انا قلت اجي العب معاك واغني. هيا هيا اغنية، فاجئيني وقوليلي. اغنية حلوة قوي وللاطفال قوي قوي قوي. هيا هيا قوليلي يلا عشان نغنيها انا وانت ولاصحابنا. يلا قولي اغنية سوري ماما. ماما سوري. ايوه يا شيخ هي دي. يلا نغنيها. يلا بينا يا ليلي. يلا غني معايا يا فادي الحلوين عشان انا بحب اغني معاك ومع ليلي. يلا يلا يا شيكو. يلا يا شيكو ابدا. حاضر يا ليلي. سوري ماما. ماما سوري. لو ممكن بس دقيقة يا ماما ونقلك على الحقيقة يا ماما. لو ممكن بس دقيقة يا ماما ونقلك على الحقيقة يا ماما. ماما سامعها المرة دي يا ماما. هتقولي ايه تاني يا ماما؟ يا ماما يا ماما يا ماما. انا حطيت ميمور جير على خدي شوية كتير ومسحتهم ومفيش فايدة بالمنديل والبشكير، ولما نزلت مشوار انا جربت السشوار واتاري فينا الايدة. ماما سامعني المرة دي يا ماما. هتقولي ايه تاني يا ماما؟ يا ماما يا ماما. حلوة يا ليل. شكرا يا شيكو. شكرا يا شيكو. طب يا ليل انا بعد عليا الدور اغني وصحابي بقى يسمعوا وشوفوا مين صوته احلى. حاضر يا شيكو. اكيد تنى طبعا عشان هما بيحبوه. ماشي يا ليل. شكرا شكرا شكرا.